سلام. سلام. هذا شو اسمه؟ فيروز. فيروز. أيوة. كيف حالك؟ الحمد لله. كمان أنت كلمت فيروز. كلمت فيروز. كان سوى التليفون طهار الوداع ما. فيروز يقول لك أنت فيروز. فيروز. أيوة. أنت آخر شهر كم؟ أنت هنا شوف الشركة. أنا. آخر شهر. آخر شهر 8/9/6. تسعة كيف أنت هنا شغل؟ هذا 10 يوم أنا شغل فيه. 10 يوم شهر 9. أيوة أيوة. كيف أنت 10 يوم شهر 9 يبغى 2400؟ 10 يوم شهر 8. شهر 8 استلم. 10 يوم شهر 8 وفي شغل. أيوة. مو شهر 9. شهر كم آخر شغل؟ آخر؟ آخر. آخر 9. 10 يوم شهر شهر كم 9 شهر 9 ايوه 10 يوم شغل بعدين 8 بعدين 6 بعدين باقي فلوس في نجيب عارف هذا انا عارف ايوه معلوم هذا نجيب 7700 ايوه 53 اوكي انا ما عارف باقي ما في مشكله هذا حقه شهر من اكتب هذا الكلام تاكد من الله الكلام اللي كتبه هذا من الداك هذا ورقه هذا ها هذا صادري ايوه صادري ايوه صادري سوى كذا هذا ايوه ايوه صادري طيب اول هو ودي وسادة بعدين كلام انا كيف معلوم هذا جه كذا كتاب بعدين هو كلام انت ثاني في ماسك بعدين ثاني ودي ايش ثاني مين اكتب بالقلم هذا هو اللي حصل هذا حقك هذا انا بعدين اكتب باقي هذا صادري ودي هو اكتب ايوه أنا 1 ريال زيادة ما يبقى طيب أنا حرام ما يبقى أنا كم شغل بس طيب أيوه أوكي أنت آخر شهر كم هنا شغل؟ آخر شهر شهر 9 أيوه أنا 10 أيوه أنا 10 يوم شغل فيه 10 يوم هذا لاست شهر 9 أيوه 10 يوم شغل أيوه فقط أشتغل بعدين 8 واحد شهر باقي حسب أقوال العامل 8/9 طيب 6/6 شهر 7 انت ما شلت لا انا شيل فلوس شلته؟ ايوه شهر 7 ايوه انا شيل طيب 6 ما في شيل انا 6 هذا موجود في موجود ما في مشكله طيب شهر 9 ايوه 10 يوم انا شغل فيه ليش يكتب 2400؟ ما في هذا اول هذا فلوس 10 يوم شغل هذا 8 يوم يفيسو ثمانيوں میں فی موجود آدھا شہر عشرہ آدھا تسعہ آدھا سیم سیم آدھا آدھا گدام ما فی آدھا شہر تسعہ ثلاثہ تسعہ 2400 ایوہ آدھا تمانیہ آدھا تمانیہ آدھا تسعہ یعنی اثر یوم شغل تمانیوں میں آدھا اثر ما فی شغل اثر یوم شہر تمانیہ مو شہر تسعہ كله حق شهر 8 يعني هذا شهر 8 ايوه ايوه ليش انت كاتب 9؟ تسعني يعني هذا ثلاثة يوم ما جاك هذا سالري دي اول هذا بالترتيب طيب دحين انت كم شهر ما في شيء؟ انا هذا قديم في فلوس باقي هذا قديم اوكي ايوه الى شهر 6 ايوه 6 7753 ايوه هذا قديم ايوه اوكي ايش في كمان جديد عندك؟ هذا شهر 9 6/6 هذا شهر 6 موجود ايوه شهر 6 فيه موجود ايوه ايوه شهر 7 8 مبارك قال لي اديت راتب عنده واحد اوكي شهر كم باقي؟ باقي هذا اثنين شهر 8 يوم شغل اثنين شهر 8 يوم شغل باقي اثنين شهر ايوه اثنين شهر 8 يوم شغل اثنين شهر كم وكم؟ 6 8 يعني 9 بس 6 8 9 8 9 و 9 ايوه ايوه 3 شهر لا 3 شهر ما في هذا 3 شهر 8 يوم شغل 8 يوم شغل 10 ايام من شهر كم هذا؟ 10 يوم شغل شهر 8 ايه؟
طلال والله العظيم تتحول لاندونيسيا لحظة فينا فريق عاكر عاكر يلا سوا سوا مكة بنك ناو if you okay يلا يا طلال no what why you have to go to Mecca فلوس money collect money from bank okay it's okay but I need the document yeah. must be our document so we can okay they can اديتوا فواتير؟ لا هذه مرسولة وهو في اندونيسيا. لا هو عارف انه عارف انه هو يبغاني جميل. طيب كويس بدلك سوي صورتين حطها في الملف. ما شاء الله مدير كبير. لا عندي مدير. بس اجيب الفواتير. مدير كبير. How much? With this car, man. Please, I need to increase. I know. You know I'm your regular customer. I went to Mecca around 10 times. That's your service. But not like this, yeah. What is that? Not like this. In Jeddah, completely different. Mecca, they doesn't know about system. Really? Yeah. Municipality. I want Mecca more than 20 years. Jeddah, people know the system. Yeah. How it works and what is system. Mecca, they don't know how it's come. How far you can be yeah. One day we can finish here, we need 3 days. Really? What is your activity? Construction. Good. Okay, thank you very much. Okay, have a good time. I will talk to them, talk about the Satora. Okay. Thank you. حبيبي ايوه فيروز ايوه انت الحين 3 شهر ما في شيء ترى هذا شهر 10 يوم ايوه ايوه صح شهر كم هذا 6 6 9 8 8 9 10 يوم 10 يوم سوق ولا ايوه بس 10 ايام من شهر ايوه 9 ايوه انت راتب حقك كم 2400 2400 ايوه 2400 ايوه انت كم يبغى فلوس 13353 ايوه ايوه هذا حقك ايوه حقك شوف انا 1 ريال زياده ما يبقى هذا حقك انا كم سوقل بس طيب انت شهر 9 ايوه 8 انت رحت مكتب عمل ورن اوي كيف انت 10 يوم من هذا جمعه في جمعه هذا جمعه في جمعه هذا جمعه ايوه ايش جمعه جمعه کا پیسہ نہیں دیا تا کون سا جمعہ کا بات بولے تم تک قدم دعوتک مکتب عمل میں میں کب کون سا تاریخ میں کمپلین کیا تھا میں دیکھو میں یہ پوچھ تمانیوم سغول ہے تسا یوم تمانیوم سغول مکتب عمل میں کون سا دن کمپلین کیا تھا میرا کو معلوم نہیں میں پیپر پہلے دیا تھا کدھر دیا او ورگا او مکتب عمل کا ورگا دیا تھا سو تمانیم سگول اسرایم ما بھی تمانیم سم تیسرا زہر تمانیم سگول اسرایم ما بھی اسرایم ادا جمعہ ما بھی انا ما بھی تمانیم سگول ادا تیسرا زہر باقی ادا ستہ اور تمانیا انا سبا ودیو فلوس اول یا طلال اسرایم ما بھی تمانیم طلال
अभी क्या करना है, इधर रहना है जाना है? जाएगा। यही तो मैं पहले 3 महीने पहले बताया था तुम लोगों को, नहीं निकल जाओ। नजीब भाई क्या फायदा मिला तुम लोगों का? नजीब भाई देखो अभी क्या फायदा मिला तुम लोगों का? फायदा नहीं मिला, कोई बात नहीं। नहीं तो हम क्या करेगा? हम हमको तो पैसा भी नहीं दिया ना। उसी टाइम मैंने आधा पैसा देने के लिए रेडी था, पैसा नहीं में दे दूं था। नहीं मैं नजीब भाई तुमको बोला था हमको पैसा दे दो, हमको जरूरत है तो बोले। मैं क्या बोला था में भी आया था, क्या बोला था? कल आ जाओ, आधा पैसा दे दो, बाकी 1 महीने के बाद दे दो। सही है, अभी 3 महीना हुआ तुम्हें 1 रियाल भी नहीं मिला, क्या हुआ फायदा? बाकी तो मेरा नहीं है, पैसा दे दिया मेरे को, पैसा दे दिया मेरे को, हराम पैसा नहीं चाहिए। मेरे को हराम में हराम को पैसा नहीं चाहिए, जितना हमें इंशाल्लाह तुम यहां पर आना है। अरे वैसा ना फरमाया आपको हराम, बस انت سويته هنا تزوير ايوه نوت اوريجينال هذا لو يروح شرطه يجي مصيبه انت هذا كيف كذا ايه اصلي بيبر اصلي نہیں किसने बनाया है? असली साधुली मेरे को दिया था। तो वो उसका नहीं है असली। क्यों ये असली में ये वो? तुम लोग फोटो से बनाया है। हذا ختم ثلاثه نفر مسؤول هاني طلال عادل هذا ليبر اوفيس مكتب عمل راتب هذا الثلاثه نفر مسؤول. شوف انا ما في نفر يقدر يسوي هذا محمد ختم ما في اوريجينال. شوف انا سالري ودي انا سفر ودي خلاص انا هذا كم حق فلوس؟ احنا ما بنتكلم فلوس، فلوس انت ايش في فلوس؟ من راتب حقك هذا ايوه اللي موجود 7753 ايوه انا يدي ايوه بلس تيكت مع السلامة انا يدي بس ما يجي يسوي انت هذا كذا كذا سوي ختم سوي هذا مو اوريجينال، انا اوريجينال اديني الاوريجينال. شوف اوريجينال انا معلوم كيف شكل كله عندي هذا بيبر اوريجينال بس اتفضل عندك في الواتساب ارسل لك اياه مباشره هذا ما في اوريجينال اوريجينال عندي انا موجود مبارك سوا شكل ثاني في الحين انا اسوي ايوه امانه كم فلوس اجي انا باقي الحين شركة أيوة شركة كلام أيوة 7753 بلس تيكت باقي هذا أنا سقول فيه أيوة هذا شركة كلام 7753 أيوة فيروز كلام 13000 أيوة و353 أيوة أنا أيوة أشوف آخر سند أيوة استلمته أيوة راتب أيوة اشوف تاريخ مكتب عمل ايوه انا سويته ثلاث غروب ايوه هذا فتره ايوه خذ حقك خلاص اوكي يجي 13 زياده لا زياده ما يبقى زياده ما يبقى يجي 7 يجي 8 انا اشوفه بالضبط هذا تاريخ اخر لاست تايم ايوه يو ورك ان ذا كمباني ايوه اب تو بلاغ غروب هذا شيء اللي انت حبه انت كلم لا انا ما في هذا ما في مبسوط ما في مشكله انت روح ليبر اوفيس كومبليت يور بروسيس اوكي بس مكه هذا ما في فهمت ولا ما فهمت؟ ها؟ ابي سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا کیا ہوا میں ابھی جو اوکے اوکے بولا تمہیں سمجھ میں آیا میرے کو تھوڑا سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں آیا वो बोलेगा पैसा तुम्हारा उधर से आएगा लास्ट तारीख का पैसा मेरे को बताया तुम्हारा कितना ये 7000 कुछ लिखा है वो हमारे पास अकाउंट है उसका बाद का तुम ये कागज में लिखा है तो अपना तरफ से लिखा है हाँ वो तो हमें काम किया ना काम का पैसा नहीं मिला था काम का किधर से जाला मेरे को पैसा नहीं मिला मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ तो ये क्या करेगा तुमने हानि क्या बोला है तुम्हारा कितना दिन से इन्हें आने के लिए बोला था तुम लोग क्यों नहीं आया अब आप बोले उधर से मिलेगा मैं क्या बोलूं हाँ आप तो बोले उधर से मिलेगा मैं तो आमिल में पकड़ो तुम्हें बोले तुम्हारा कंपनी का माल लिख तो वो तो ना? वो तो पहले मिलाना चाहिए ना आपका मुदीर उधर है तो हम आएगा ना मैं कोई मुदीर नहीं उधर का आप मेरा कंपनी तो कब से बंद हो गया नहीं तो पहले आप पैसा दिया ना मेरा कंपनी तो कब से बंद हो गया मेरा नाम में कोई कंपनी नहीं है ला ला माफ़ी
انا هندي بس اس کے بعد بات کریں عربی سمجھ میں آیا ہے سمجھ میں آیا ہے باقی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو الٹا بات کر رہا ہوں فاهم انت كلام ايش في شركه كلام 7753 شركه ايوه انت كلام 13000 يا شوف انا في سغول في انا في هذا واحد كبير ثلاجه سغول في ثلاجه انا سغول في شوف كل شيء شغل انا معلوم ايوه انا ايش في انت موجود معايا راتب ما يستلم اخر سالري استلام ها موجود خلاص ما في استلام هذا حقك يستلم لين اخر يوم انت رحتوا مكتب عمل سويتوا دعوه شفت انت لما انت رحتوا خرجتوا رحتوا مكتب عمل انا قبل ايوه سويتوا مكتب عمل جدة أيوة. موجود كيس هنا موجود ايوه ثلاثه نفر موجود كله مكتب عمل أيوة. تاريخ موجود الحين طلال جيب التاريخ ايوه انا اشوف هذا انت يبغى هذا حقك شيل ما يبغى ما في مشكله لكن لكن انا سغول في بعدين هذا انت كيف ترتيب هذا انا في اتنا سار تماني ام سغول في هذا كيف هذا جاي كده انا ايش كلام ها انا في سغول في هذا انت انا في اكل سغول هذا حلال فلوس ما في انا واجب كيف انت اشتغلت هذا 6 سهر سهر 6 تمانية او 9 تمانية ام سغول بعدين اذا ما في ورقه هنا موجود شركه شركه ما ودي فلوس هذا بعدين كيف ورقه يدي ده كده انا يديك اذا ما في ورقه انا يديك ايوه لازم سالري ورقه بعدين انا ودي ده كده لازم كلام هذا لكن هذا فلوس ما ودي بعدين كيف انا ترتيب انا يديك طيب هذا فلوس هذا كل حساب بعدين هذا كويس انا كده اسوي حساب ايوه دهنا كله كم فلوس باقي الأوراق أرسل مبارك متى يجي مبارك أقول له ممكن أسأل ثلاث شنو هو نفس الأدب هنا مبارك لازم يجي سوا سوا عشان هو يجيبه كله ورق شركة إيش أيوه. في استلام أنا أشوفه أيوة قول له سوي ما في استلم سوي حصل فلوس أيوه. بعد إن شاء الله في بعد 10 يوم في بنك حصل فلوس أيوة خلاص أنا حصل فلوس أيوه. تعال استلم فلوس أيوة يجي بعد ما يستلم فلوس انت لازم موقع خلاص مخالصه ويستلم حق تيكت من هنا يجي ما يروح هناك شركه هنا يجي يستلم فلوس يسوي توقيع في تيكت مع السلامه هذا بجولاي جولاي اللي هو شهر 7 هو ما قال الحين فيروز ما قال شهر 7 انا 6 7 اوكي استلم بس يقول لك 9 و6 و10 يوم من 9 ايوه لا 8 يوم حبيبي 8 ايوه 6 10 يوم 8 و10 يوم من 9 ايوه लेकिन नजीब भाई मैं उधर से काम किया ना वो तो नहीं बोल रहा मेरे को बोलने का वक्त उस टाइम तक नहीं तो वो मेरा हलाल पैसा है ना ये क्यों बोल रहा हूं तो बोलो मैं तुम लोगों को बताया था आज तक मुझे बोलो मैं तोड़ कर देता हूं इसके बाद वो हलाल पैसा वो हराम में नहीं जाएगा वो हलाल पैसा हमारा मक्के में काम किया हुदूद में है और हम झूठ तो रो बोल रहे हैं ऐ सब सामान्य भी सामान्य पेन से जुड़े हैं सामान्य वो गुल लेन चार तीस योम आशा रखी चुके हैं सामान्य योम आशा रहे हैं माँ पे सामान्य योम फ़ेरोज कल ले माँ का هم شوف بالنسبة لفيروز يقول لك أنا اشتغلت بس 10 أيام لأنه احنا سوينا بلاغ البروك 22/9 احنا خلاص سوينا قبل هذا الكلام احنا سوينا قبل 22/9 هو يقول لك شهر 7 استلم
موجود عندك استلام، هو ما قال شيء. هو اللي يتكلم فيه شهر 6 بلس 8 و10 ايام من شهر 9. على حسب هذا الكلام هو اكثر 17 يعتبر على حسب التاريخ، لانه هذا التاريخ احنا مسؤولين عشان نتعامل. الين تاريخكم؟ الين 7 فيروز ونشاز. نشاز اسمه ايش هذا الفرق؟ نشاز كويا بابو كويا. ايوه بس اثار بابو هذا الى 22/9/2015 22/9 هذا اللي احنا قدمت التاريخ البارد والتاريخ قبله. التاريخ هو قبله هذا اي تاريخ قبله. لا لا مو هذا التاريخ قبله، هذا بعد تقديم. هذا احنا حطينا التاريخ قبله. شوف 22/9 هذا شو اسمه؟ طيب سوينا قبل شهرين 31 يا طلال. هذا تقديم، تاريخ التقديم هذا طلال. ايوه تاريخ التقديم هذا. ايوه تاريخ التقديم بس احنا هذا هو التاريخ. تاريخ التقديم هذا اخر شيء 31/8/2018. ايوه 8 ولا 9 كلم طلال. 31/8 8 ايوه. هذا احنا مسؤولين عليه عنه شهر 8. بس عندنا توكيل موجود هذا الشهرين اللي قبله. ها؟ الشهرين اللي قبل توكيل. اجيب لي الاوراق. ايوه هذا نفسه. ايوه شهرين هسه اللي رايحين. شهر 7 هذا. لا 8 جولاي 7 मेरे को जुलाई का पैसा मिला था बस. जून का मन आते हैं जून वो बात कर लेंगे. لا يعني هذا جون مكتوب هنا جون هذا شهر 6 اي تمام. هذا لازم تعطوه 7753 الى جون. ايوه بعدين شهر 7 6 7 عندنا توقيع موجود شهر 7 و6 استلم. ها طيب ايش باقي له؟ اكثر ما يقدر يشوف الباقي. ايوه شوف انت هذا شهر 7 6 في 2 موجود 6 دوبل حاول هو بس كم استلموا؟ في ادفانس بيت يعني اخذوا هذا شهر شهر ايش؟ جون. جون كم هذا؟ 6 جون 6 هذا جولاي هذا جولاي هذا جولاي. طيب يعني حسب الشيء 6 زائد 7 استنى تمام. ستة انت استلمته؟ انا؟ ايه فين موجود؟ موجود دقيقة دقيقة كون سے کون آدمی سائن کیا ہمارا؟ تو جولائی کا ہے نا؟ جون سائن دکھاؤ تو ہم کا تمہارا سائن کون سا ہے؟ साइन कौन करेगा हमारा? ये तुम्हारा साइन है ना, तुमने क्या साइन किया? और कोई तो नहीं करा, इसका ओरिजिनल है अभी ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है तुम उससे नहीं तो खुद नहीं मालूम तुम कौन? मेरे को खुद नहीं मालूम है ना कैसे मालूम? लेकिन हम काम किया तो हमको बताना पड़ेगा ना. तो ये तुमने पैसा भी ले लिया ना, ये तुम्हें याद नहीं है तो क्या करेगा मैं? हालांकि तो आपको पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो हम कैसे करेगा बताएगा मेरे को? भाई या हबीब या किसम हुआ फैरोज फैरोज आया
يا طلال انت للحين 6 7 ايوه هذا شركة موجود هذا استلام خلاص تمام ايوه باقي 8 9 ايه 9 انت طبعا ما اشتغلت 8 يوم شغل 8 يوم شغل ابو طلال مشهور شويه قاعد يكتب قول له التواريخ هذه ملخبطه قول له هذا تاريخ ايش اللي هنا تاريخ التقديم ولا تاريخ التقديم ولا تاريخ البلاغ ها محمد 8 صار 8 و صح 9 8 الصبح طيب هو قلم صار 9 موجود صح वो कलम साहब तीसरा मौजूद सर साइन फुलूस बत्तीस सित्ता सित्ता खलास मामू मुश्किल है वो बत्ती खलास आधा फुलूस कुल हुआ बाकी कम वो आरिफ आधा कुल नफर आरिफ वो फुलूस कम बाकी लेकिन वो कलम बस सवा सवा माफी बस आधा नजीब कुल आरिफ फुलूस कम बाकी आधा लेकिन वो सवा सवा कलम इनका माफी هو كلام هو كلام باقي حقك 7753 ريال باقي انا كيف اقول هذا شهر 9 شهر 8 9 شهر 9 انت يشرب لا لا ما في شوف يشرب حقك موجود مكتب عمل لا لا ما في هذا شوف انا في سجل هذا شهر 8 شهر 8 انا سجل في هذا مكه انا في ثلاجه سجل اوكي ايوه 8 اوكي ايوه الين 31/8 ايوه 9 8 يوم سجل يوم 9 احنا سوينا بلاغ هروب ها موجود مكتب عمل جدا ايوه بلاغ هروب هذا اسم بلاغ هروب ايوه هذا ليبر اوفيس ايوه اخر تاريخ انا أيوة. سويته ايوه جوا هنا مكتب عمل جدا شغل اخر شغل 31/8 نجيب ايوه هذا هو نجيب اللي صلي على النبي صلي على النبي شهر 6 و7 شاله هو تمام هذا لسه ما شاله 7753 اللي هو البالانس القديم بعد كده شهر 6 يجي هنا جوا ايوه نقص يعني من هذا ايوه من 2400 7733 ناقص تمام بعدين احنا لازم ناقص 2400 هو راتب مو لازم ننقص ليش؟ عشان حسب التاريخ هذا نحن لازم نودي 8 كمان. ايوه ايوه يعني نفس الوقت ننقص واحد شغل يجي شهر زياده هنا. ايه هذا هنا 7753 انت شلته شهر 6. 6 ما في. 6 7 انت شيل. 6 7؟ 2 شهر انت شلته. جولاي جون جولاي. جون وجولاي في موجود هنا يور سكرينشر تمام؟ في بعد اي موقع 7,735 يساوي 7,735 ناقص 2400 طيب في شهر 8 تدي له حقه كامل ايوه شهر 8 نفس المبلغ طيب 2400 شهر 8 7,753 8 يوم بسهولة هذا ايوه ايش 10 يوم؟ لا 8 يوم يا حبيبي 10 يوم ما في 8 يوم سهول حق؟ ايوه حق شهر؟ هذا 9 طيب 8 يوم سهول هذا اللي وريته 8 يوم ايوه هذا اللي وريته انا والله ايوه هو ورقه كده في كتم الرجال الاسلام في كتم من الشركه صح؟ دحين هذا ايش؟ هو كتم لا كيف يجي كتم هنا؟ كتم حقا هنا في توكيه هنا بس انا كتبت بيد هنا مترين خلاص ما هنا 7000 ايوه ايوه ما جيت تسوي له تكت نعم تزويد تزويد
8 يوم من شهر 9. ايوه ايوه انا سويته انكريز. ايوه وشهر 8. ايوه 8 ايوه كامل شهر 8 كامل يجي كله 7945. كم تسال؟ 7945 يعني قريب 8000 بلس تيكت. ايوه بلس تيكت 7945 هذا حقك انت. ايوه هذا حساب. ايوه حساب اذا انت اوكي. ايوه تجي هنا توقع هذا ورقه. ايوه تاخذ فلوس. ايوه تاخذ تيكت. ايوه مع السلامه. شوف انا احنا ما يروح عن طريق الجوازه لانه في بلاغ مربوط. ها لازم هذا فلوس اكتب بس على انا يدي متى انت كلام انا يجي متى يا نجيب انا حافظ الفلوس انا لسه ما رمتها اكتب لي فلوس عشان عشان نحضر معك تيكت وهذا وشي يجي يوقع مخالصه يبصم خذ فلوس خذ تيكت مع السلامه. ايوه ايوه 7 5 هذا اسمه فيروز. ها فيروز 7945 كم مالك تفاهم؟ 7945 حتى تلو 8 ايام حق شهر. ايوه ايوه كده المبلغ.